تفسير المصحف الكريم مع المرحوم الشيخ العلامة المكي الناصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي العمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءت رسلهم بالبينات وبالزبر وبكتاب منير وبكتاب منير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حصة هذا اليوم نتناول الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب 44 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في سورة فاطر المكية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إلى قوله تعالى: يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بعدما دعا كتاب الله في الربع الماضي الناس كافة، البر منهم الفاجر والمؤمن والكافر، إلى أن يتذكروا نعمة الله عليهم ومدده الواصل دون انقطاع إليهم، إذ قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وبعدما أعلن للجميع أن الله تعالى هو وحده مالك الملك لا يشاركه في ملكه أحد، إذ قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، عقب على ذلك في بداية هذا الربوع بتقرير حقيقة كونية وبشرية لا مفر لكل إنسان من الاعتراف بها ولو حاول أن يتجاهلها ويتغافل عنها، ألا وهي أن النوع الإنساني وإن بلغ ما بلغ من العتو والاستكبار والادعاء العريض للسعة والغنى والتحكم في مجاري الأقدار، كان ولا يزال وسيظل دائما يتعثر في أذيال الفقر والاحتياج باستمرار. وذلك قوله تعالى هنا يخاطب الناس جميعا حتى يخففوا من غلوائهم ويتراجعوا عن غرورهم وادعائهم: يا أيها الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله، فقراء إلى توجيهه وهدايته، فقراء إلى توفيقه ورعايته، فقراء إلى رزقه ورحمته، فقراء إلى عفوه ومغفرته. فأنتم من بين جميع الخلائق أشد الخلائق افتقارا إليه واضطرارا إلى الاعتماد عليه لتنوع حاجاتكم
وكثرة رغباتكم وما أنتم عليه من إغراق في الخيال وتعلق شديد بالأماني والآمال وعناد وإلحاح ودلال. وخلق الإنسان ضعيفا، فالفقر هو صفة الإنسان طبيعية، وغناه الطارئ إنما هو مجرد عارية. والغني الحقيقي والغنى الحقيقي والمطلق والدائم هو صفة الذات العالية، والله هو الغني، هو الغني. وكل ما تتقلبون فيه من النعم الظاهرة والباطنة إنما هو من صنع الله وهبة مهداة إليكم من الله. وقوله تعالى الحميد بعد وصفه بالغني إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى وإن انفرد بوصف الغنى الحقيقي دون عباده الفقراء فإنه لا يبخل عليهم بالإمداد المتواصل والعطاء. وإذن فليس في وصف الله لهم بالفقر أي تحقير أو إزراء، وإنما هو نوع من الإثارة والتنبيه والإغراء. والذين يقدرون نعم الله عليهم حق قدرها لا بد أن يحمدوا المنعم بها ويؤدوا واجب شكرها، فهو غني يسد فقرهم، حميد يستحق شكرهم، وإن تشكروا يرضاه لكم. ويكفي أن يتذكر الإنسان ما يصيبه من حيرة وذهول عندما يفاجأ بما لم يكن في الحسبان، فتختل موازين حياته العادية ويشعر بأنه قد نزلت بساحته أكبر داهية. وبذلك يظهر الفقر الطبيعي للإنسان ويتجلى عجزه البالغ العيان، ولا تعود حياته سيرتها الأولى إلا إذا حفته الألطاف الخفية، فمن الله عليه وأمده من جديد بما يحتاج إليه. وصدق الله العظيم إذ قال في فاتحة هذه السورة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وتنبيها للغافلين السادرين في غفلاتهم، وتحذيرا للعصاة المصرين على عصيانهم، المتمردين على طاعة الله والمتعدين حدود الله، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، شعوبا أو حكومات. خاطبهم الحق سبحانه وتعالى منذرا ومحذرا، فقال تعالى إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ذلك أن الله تعالى لم يستخلف الإنسان في الأرض ليفسد فيها ويسفك الدماء ويمارس المنكر والفحشاء، وإنما استخلفه ليقيم فوق سطحها دولة الفضيلة والصلاح والعدل والإخاء. وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يعاقب الإنسان بالسلب بعد العطاء متى أخل برسالة الخلافة وأهملها ولم يتعظ بعاقبة السوء التي أصابت كل من تنكر لها وعطالها. وصدق الله العظيم إذ قال في سورة الأنعام إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، وإذ قال في سورة النساء إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وليؤكد كتاب الله إمكان هذا التأديب الإلهي الصارم قال تعالى وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز، أي ليس ذلك على قدرة الله وحكمته بمتعذر ولا ممتنع، بل هو أمر واقع ليس له من دافع. فكم من أجيال فاسدة
لقيت بصرعها ودخلت في خبر كان، فحلت محلها أجيال صالحة، لأن كفتها أصبحت في كف القدر وميزان الحق كفة راجحة. على أن قوله تعالى هنا في سورة فاطر المكية: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، إنما هو تأكيد جديد لنفس الإنذار الإلهي الذي سبق في سورة إبراهيم المكية أيضا في مثل هذا السياق وبنفس اللفظ والمعنى، حيث قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وسيجدد كتاب الله هذا الإنذار والتذكير بنفس الحقائق في سورة محمد عند قوله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا أمثالكم. ونظرا لأن الدنيا دار ازدواج وامتزاج يوجد فيها الصالح والطالح والعاصي والمطيع، ومن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإن كتاب الله اعتبر كل شخص مسؤولا عن عمله الخاص من صلاح أو فساد وطاعة أو معصية، ولم يعتبره مسؤولا شخصيا عن عمل غيره من الناس، وإن كانت عاقبة فساد المفسدين قد تعم الجميع في الحياة الدنيا فتهلك الحرث والنسل وتحرق الأخضر واليابس، على حد قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أنهلك وفينا صالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وهذا المبدأ مبدأ المسؤولية الفردية المتعلقة بكل شخص بمفرده يوم الجزاء وأمام القضاء قرره كتاب الله وأكده في غير ما سورة وغير ما آية، وورد بنفس اللفظ والمعنى في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الزمار وسورة النجم وهنا في سورة فاطر، حيث قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذه الصور كلها صور مكية، مما يدل على أن مبدأ مسؤولية كل فرد عن عمله الخاص وعدم مؤاخذته بعمل غيره ولا مؤاخذة الغير بعمله يكون جزءا لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية وأصلا أساسيا من أصول التشريع الإسلامي. ومن بين الآيات التي قررت وأكدت هذا المبدأ العادل قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، وقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وذلك على خلاف المعمول به في عرف الطغاة المستبدين قديما وحديثا من مؤاخذة الفرد بعمل غيره وإن كان لا دخل له فيه من قريب ولا من بعيد. وليوضح كتاب الله ثقل المسؤولية الشخصية الملقاة على عاتق كل فرد منا، صور لنا الشخص وهو يمشي مثقلا بأوزاره يلتمس من رفاقه في القافلة إعانته والتخفيف عنه، فلا يستجيب له أحد ولو كان من أقرب الأقربين، لأن كل واحد منهم ينوء بحمله الخاص ولسان حاله يقول: نفسي نفسي،
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقوله تعالى خطابا لنبيه: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، إشارة إلى أن الموعظة الحسنة إنما تحدث أثرها وتؤتي أكلها على الوجه الأكمل عندما يكون المستمع إليها والمنتفع بها ممن يؤمن بالله ويؤدي حقوق الله. ومن فعل ذلك وأقبل على ممارسة العمل الصالح عادت بركته عليه وانجر نفعه إليه، فعاش عيشة طيبة، طاهر القلب، طاهر العرض، زكي النفس. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. أما الله تعالى فهو غني عن عباده غنى مطلقا، بحيث لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم، وإلى الله المصير، أي إليه سبحانه مرجع الخلق أجمعين، العصاة منهم الطائعين، ولا يظلم ربك أحدا. وتصويرا للبون الشاسع بين المؤمن وغير المؤمن، حتى إن الفرق بينهما يماثل الفرق بين الأعمى والبصير، قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير. ومثل كتاب الله أوهام الشرك وضلالات الكفر بالظلمات، ومثل حقيقة الإيمان والتوحيد بالنور، فقال تعالى: ولا الظلمات ولا النور، أي لا تستوي الظلمات والنور أبدا. وحيث أن مغالطات الشرك ووجوه الكفر متعددة لا تحصى، جاءت كلمة الظلمات المعبرة عنها جاءت بصيغة الجمع الظلمات، على خلاف حقيقة الإيمان والتوحيد التي هي حقيقة واحدة لا تقبل التعدد، فجاء لفظ النور المعبر عنها بصيغة المفرد ولا النور. ثم قال تعالى: ولا الظل ولا الحرور، إشارة إلى ما يكرم الله به المؤمنين من عباده في الجنة من الظل الظليل النعيم المقيم، وما يسلطه على المشركين والكفرة في حر جهنم من العذاب الأليم، وذلك علاوة على ما تنعم به قلوب المؤمنين في الحياة الدنيا من سكينة وطمانينة، وما تكون عليه قلوب غيرهم من قلق وبلبلة واضطراب وتعرض لانهيار الأعصاب لأتفه الأسباب. وقوله تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إشارة إلى أن التفاوت بين المؤمن وغير المؤمن قد تتسع شقته، فيتجاوز درجة الفرق بين الأعمى والبصير ليصل إلى درجة الفرق بين الحي والميت، نظرا لرسوخ الكفر في قلب الكافر وتبلد حسه الباطن والظاهر. وسبق في سورة الأنعام قوله تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. ثم قال تعالى مكتفيا من رسوله الأمين بما قام به من تبليغ وإنذار في حق من أصر على كفره بالغ الإصرار: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وتذكيرا لرسوله الأمين بما أصاب الرسل السالفين وما تعرضت له رسالاتهم من طرف المكذبين، رغما عما رافقها وأيدها
من المعجزات التي تثبت أنهم كانوا صادقين، وتعريفا للناس أجمعين بما لحق أعداء الرسالات السابقين من العذاب المهين. قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. أن عقاب الله لهم كان فوق الوصف، فليحذر اللاحقون أن يعاقبوا بمثل ما عوقب به السابقون. وبعدما وصف كتاب الله جملة من أحوال المكذبين الضالين وما يتعرضون له من شقاء في الدنيا وعذاب يوم الدين، استأنف كتاب الله دعوته المثلى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، فوجه الخطاب إلى كل إنسان عنده بصر وبصيرة ليتفكر ويتدبر في ظواهر الكون الفسيح المحيط به، حتى يتكون عنده شيء من العلم بتلك الظواهر فيسخرها وينتفع بها وينطلق منها إلى الإيمان بوجود خالقها ووحدانيته، والاعتراف بقدرة مبدعها وحكمته، والإقرار بوجوب طاعته وعبادته. وذلك قوله تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. ففي هذه الآيات الكريمة دعوة من الله للإنسان أي كان إلى أن يستعمل حواسه وعقله في تتبع واستقراء كل ما يراه حوله، على أن يستخلص النتائج والعبر من ذلك للاستقراء للارتفاع إلى مصافي العلماء. وقد أبرز كتاب الله في هذه الآيات بالخصوص ظاهرة اختلاف الألوان في الحيوان والإنسان والجماد والنبات. فبالنسبة لألوان النبات نجد قوله تعالى: فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، وبالنسبة لألوان الجماد نجد قوله تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، وبالنسبة لألوان الإنسان والحيوان نجد قوله تعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. وسبق في سورة الروم قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وواضح أن من استعرض في صعيد واحد نماذج من جميع أصناف الإنسان والحيوان المنتشرة في أطراف العالم، أو استعرض نماذج من جميع أنواع النبات وأصناف الثمرات التي تزهر به الطبيعة ولاحظ ما بينها من تفاوت في الألوان والسمات وتفاوت في نفس اللون الواحد الذي تختلف فيه الدرجات، لرأى العجب العجاب مما تحار فيه الألباب. وكذلك الأمر عندما يستعرض الإنسان أنواع الأحجار والصخور والجبال وما هي عليه من ألوان تبهر الخيال وتمثل الجمال والجلال، فيرى إلى أي حد تتصرف قدرة الله الكبير المتعال. ولفظ الجدد في قوله تعالى هنا
ومن الجبال جدد جمع جدة، وتطلق على الجزء من الشيء الواحد إذا كان لونه يخالف لون الباقي. وواضح أن شعاب الجبال وتناياها يختلف لون بعضها عن بعض فتزداد تنوعا وتألقا. ويقال طريق مجدود أي طريق مسلوك، والجادة وسط الطريق. ولفظ الغرابيب وغرابيب السود في قوله تعالى هنا غرابيب السود جمع غربيب، غربيب أي شديد السواد تشبيها بلون الغراب. ولفظ العلماء في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء لا يقتصر على أهل الفقه والأثر الذين ورثوا العلم النبوي الشريف فكانوا أمناء على تبليغه ونشره، بل يشملهم ويشمل كل من نال حظا من العلم، ولا سيما العلم بإسرار الكون وحقائق الطبيعة، فسخره لخير الإنسان وجعله معراجا للدخول في حظيرة الإيمان، والتحق بركب الصالحين من عباد الرحمن. والمراد بالخشية إنما يخشى الله هنا تلك الحالة النفسية والروحية التي تهز كيان المؤمن فتجعله يقبل على الله من كل قلبه ويتهيب الإقدام على معصية ربه. ولا ينبغي أن يفهم من قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أن الخشية لا تكون إلا من عالم منتصب لنشر العلم، إذ كثير من المؤمنين من غير العلماء المنتصبين يخشون الله لأن عندهم حظا من العلم بالله. وإنما المراد أن الخشية على وجهها الصحيح الكامل لا يتصف بها إلا العالم الكامل. قال ابن كثير كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. وقال القشيري من فقد العلم بالله فلا خشية له من الله. وقال الربيع بن أنس من لم يخش الله تعالى فليس بعالم، من لم يخش الله تعالى فليس بعالم. وقوله تعالى تعقيبا على ذلك إن الله عزيز عزيز غفور إشارة إلى أنه بوصفه عزيزا سيعامل المسيء بمقتضى العزة، وبوصفه غفورا سيعامل المحسن بمقتضى المغفرة. وانتقل كتاب الله إلى وصف حالة المؤمن المثالي التي ينبغي أن يطمح إليها كل مؤمن، ويستخلص من هذا الوصف أن المؤمن المثالي هو الذي يتخذ من كتاب الله دليله ورفيقه في حياته اليومية، وهو الذي يؤدي حقوق الله وحقوق العباد عن رغبة وطواعية، وهو الذي لا يختلف حاله في السر عن حاله في العلانية. ووصف كتاب الله ما يكون عليه هذا الصنف من المؤمنين من تفاؤل ورجاء في حسن العاقبة وحسن الجزاء، فقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ثم قال تعالى إنه غفور شكور إشارة إلى أنه تعالى يتولاهم بمغفرته ويثيبهم أجزل ثواب بمحض كرمه وإرادته. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.